الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1442. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو لعام 2021 من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية والتوفيق، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم أمثال هذه الأيام المباركة بالأمن والأمان والسلم والسلام واليمن والخير والبركات. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عنا وعن العالمين جميعا، فهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.